أهل الإيمان يتفاوتون، منهم من إيمانه كامل ومنهم من إيمانه ناقص، نقصا كثيرا أو قليلا. فالإيمان يتفاوت، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليسوا على حد سواء في الإيمان. والعمل داخل في الإيمان، في حقيقة الإيمان. من تركه، من ترك العمل تركا نهائيا ولم يعمل أبدا ليس بمؤمن. أما إذا ترك بعض الأشياء وفعل بعض الأشياء يكون مؤمنا ناقص الإيمان. أما من ترك العمل نهائيا ولم يعمل فليس بمؤمن.